محافظ صلاح الدين يتابع مراحل حصاد الحنطة في قضاء العلم ويلتقي المنظمات غير الحكومية لتنشيط المبادرات المجتمعية. كما توقعته قناة صلاح الدين منذ أيام، البرلمان يحدد الخميس المقبل موعداً لجلسة إقرار الموازنة الثلاثية بالأغلبية المطلقة. وجه آخر لدبلوماسية أبو ناجي يوازن استقرار العراق باحتواء العناد في كردستان، ورضا أمريكي عن أداء حكومة السودان حتى الآن. واستغلال هويات المنتسبين الأمنيين لتهريب المخدرات عبر السيطرات، والحمى النزفية ترفع حالة الاستنفار الصحي بمحافظات العراق.